نعرض يا محمود على طبق المكرونة، سلطة المكرونة اللي هو طبخ سيف آل سالم وسلطان آل بريك وسلطان الدوسري وسبعين نعم. طيب مفلح رجاء رجاء مفلح عادل صدقي مفلح خلاص اليوم الدرجات نقسمها بينهم لأن ما بنظلم الشيف اللي تعبت. اللبس هذا من نشرت خلي اللبس يا مفلح سوء. مفلح مفلح أجل مفلح يقاطعني مفلح يقاطعني انا تعطيهم اليوم سامحهم بنص بنص ما في سامحهم شوف ابعلمك احنا في برنامج طيب انت تحط منديل علي لا تسوي كذا تحط منديل علي اسمع في برنامج احنا في برنامج العين والراس بس اليوم حرام سو كذا سو كذا سو كذا سو كذا 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 انا ما ارضى بالشيء هذا انا ما ارضى بالشيء هذا انا ارضى تفضل يا جماعه الخير تعبت واتصلت واخر شيء نقصات نقصات اغراضها هفه بالمخده هذه ما نرضاها ها خلاص ما طيب. نرضاها شباب خلونا والله بسم الله خلونا نشوف دقيقه الله حرك. الله يقرب قرب يا مخرج شوي قرب ايه طبعا التقييم بيكون المقدم والمتسابقين اللي جو معنا من هم فيصل حازب وريان ابو حذره مرحبا ما شاء الله يعافيك بسم الله الرحمن الرحيم يعني جاك شيء يا اغماء اغماء من طعمتهم يا ولد انا دخت من زينها اجي عندي بمشيك روات في الله يجعلك في الجنة تعال يا رب دقيقة خلني اجرب بعد اي زانت له زانت له ابشرك دقيقة خلني اجرب زانت له ابشرك نداله ما بتزيد شوي بالله هل كيف ركزوا الكاميرا هل كيف ذقت الطبخه يوم ذقتها وش صار معك؟ صار غماء ولا صار دموع ولا لا والله لا والله حلوه وش رده الفعل رجاء تكلم معنا صراحه نبيك تتكلم معنا وش رايك بالطبخه؟ والله شكلها عجبته طبخه عجبتك؟ زينه والله زينه؟ اي والله ما شاء الله والله واحده ما تردوا والله ما تردوا والله ما تردوا اي كفو بيض الله انذقت انذقت دقيقه خبصه خط اخلطها والله تعال يا مقيم تعال يا مقيم رم عليك امر يقيم يا مفلح ها يقيمون نرجو من الله مساعدتكم لنا تفضل فيصل وريان لا انت قيم تعال تعال فيصل ريان والله انت تجي ريان تعال تعال اخلط تعال نبدا يلا بسم الله السلام عليكم السلام ورحمه نبيك تقول يلا بسم الله الطبخه كيف الاتصال اتوقع السادس او الخامس معنا الشيف غنت